رجعنا معكم مشاهدينا ومكملين اكيد بهالصباحات الرائعه المشرقه. اليوم غير شكل بالنسبه لكل يعني الناس، بالنسبه للفرحه التوجيهي. وبمناسبه التوجيهي، انا بتخيل هلا كل ام محتاره شو بدها تعمل بالمطبخ، شو بدها تحتفل وكيف بدها تحتفل. عشان هيك اليوم معنا الشيف ضحى المصري لتخبرنا طريقه عمل الاوريو تشيز كيك. صباح الخير شيف. صباح النور. صباح النور. كيف حالك؟ تمام الحمد لله. يوم رح تعملي لنا هيك شيء مختلف تماما على الساحه. أكيد. يعني نحن متعودين هلا انه بتلاقي توجيهي كنافه وربات لا بدنا نغير اليوم بدنا نغير بما انه الشيف ضحى سهل وسريع وبدنا نغير لانه كمان انت متخصصه اصلا بالاكلات الغربيه فرحنا على الاوريو تشيز كيك. اكيد. بس قبل ما نبلش بالمقادير وبشكل هيك يعني مفصل خلينا نقول طريقه عمل الاوريو تشيز كيك، لازم نروح لعمر نشوف قد ايه خس مع الكابتن علاء يعني بعد هالوقفه اللي وقفها، ونشوف قد ايه السعرات الحراريه المفروضه كمان اليوم ب يعني الاوريو تشيز كيك. شو عمر؟ والله يا خلود صباح الخير اولا لك ولضيفتك ولضيفتي اللي بدي ارحب فيها بعد شوي. بصراحة أنا أقنعني جدا واستذكرت يعني ماضي الزاهي لما كنت رياضي، فأنا فعلا راح اليوم أشتري العدة اللي كانت بإيده وأرجع ألعب رياضة صباحية يوميا. هذا الموضوع لا أنا حسيتك عمر هيك تعبت وأنت واقف تتفرج. بذلت مجهود بدني، ما هو كان يعمل رياضة يعني بالنسبة إلي الآن هي رياضة شنيعة. مش مشكلة أنا تعبت. مش مشكلة. طبعا نرحب كمان مع أخصائية التغذية الموجودة معك فيكتوريا زغلول. أهلا وسهلا فيكي فيكتوريا. صباح الخير. صباح فيكتوريا. فيكتوريا زغلول هي أخصائية تغذية، راح نحكي عنها معها عن الأوريو تشيز كيك. عربي لنا الاسم بالله يا خلود بعد شوية. عربي زي قصة الكاستليكا والريش. قصة الكاستليكا والريش الأوريو تشيز كيك. هلأ شيف ضحى رح تخبرنا. ما بعرف خلينا نبلش معناته مع شيف ضحى بالمقادير وطريقة عمل الأوريو تشيز كيك. أول شيء الأوريو، لأنه الأوريو هو البسكت صح؟ بالضبط. الأوريو يعني الأوريو ما بدها كتير عمر. نعم يعني بنقدر نشتري أوريو من أي سوبر ماركت. بالضبط. خلينا نبلش بالمقادير شيف. المقادير في عندي 2 كوب، أول شيء رح نحطهم جبنة كريمي. لا انت خلينا نبلش بالمقادير، نحكي المقادير عشان يعني مش الوقت. عشان الوقت. اوكي. قد ايه المفروض الجبنه الكريمي؟ 2 كوب. 2 كوب. أوكي. اوكي. وفي عندي سكر مطحون ربع كوب، لانه اصلا الكريمه اللي عندي انا جايبيتها فيها حلوه اصلا، لانها كريمه حلويات. اوكي. اذا كانت كريمه مش حلوه مش حلويات تحطي معاها نص كوب عشان تكون احلى. في عندي انا هون اوريو انا اصلا حاطه عليه زبده وطحنته عليه زبده. وفي عندنا كمان عصرة ليمونة والكريمة تقريبا كوب ونص. نبلش؟ يلا. اوكي. فكرة الأوريو تشيز كيك اليوم أنا بتخيل يعني الصغار بيكونوا يعني متحمسين لها كثير لأنه بحبوا الأوريو، والأوريو أصلا هو يعني كمان بيحتوي على الحليب والحليب كالسيوم فمغذي يعني. هلا أنا بحكي الشغلات المنيحة. هلا فيكتوريا زغلول مع عمر هم اللي راح يخبرونا عن إذا في أي شيء سلبي أو شو هي القيمة فعلا الغذائية الصحيحة من الأوريو تشيز كيك اليوم. ليش الأوريو تشيز كيك؟ ليش مش اي تشيز كيك عادي مثلا؟ هلا انه الناس صار معتمد انه التشيز كيك العادي اللي هو البسكوت دايجستيف بتعمليه، وهلا نغير احنا اوريو نعمل شكل جديد. الناس تعودت انه دائما فوق بلوبري وشكلها خلاص معتاد، نعمل شكل جديد هلا انه اوريو نغير. تمام يعني من هون نبلش انا وياكي نشتغل. بنرجع بس هيك بشكل سريع نعيد المقادير شيف ضحى مره ثانيه. 2 كوب جبنه كريمي. وفي عندي كمان كوب ونص كريمه الحلويات اللي هي سائله، وعندي عصرة ليمون هدول رح نشتغل فيهم هلا، ربع كوب سكر ناعم. يلا هلا انا حطيت الجبنة الكريمي والسكر الناعم رح اخفقهم مع بعض. اوكي. رح اضيف عصرة الليمونة معاهم، ورح اضيف الكريمة. دقيقتين
شوي تكثر، شايفه كيف حلوة؟ هلا بدها تضلها يعني ما رح نقدر نسمع لبعد رح اضيف معها الاوريو. تمام، طيب خلينا ناخذ بريك نوقفها شوي عشان نقدر نكمل. انا خلصت. طيب انا يعني حبينا نوقفها شوي للماكينه بس عشان نقدر نشرح شو اللي صار معنا او شو عم نعمل هلا مبدئيا. نرجع لعمر بس بشكل سريع، هلا انت حطيتي الكريمه، بعديها شو ضفتي عليها؟ ضفت عليها الاوريو اللي انا طحنيته كمان. أوكي. بدون زبده، مش رح نحطه بقلب الكاسات، وهيك انا خلصت. خلص تمام، صارت جاهزه. خلص خلينا نروح لعمر معناته عشان كمان فيكتوريا تبلش تشرح لنا. أوكي. عن القيمه الغذائيه. اوكي، يعطيك العافيه خلود، انت والشيف ضحى يعطيكوا الف الف عافيه، واحنا بانتظار يعني بعد الحلقه انه ناكل اوريو تشيز كيك. بدي ارحب مره ثانيه باخصائيه التغذيه فيكتوريا زغلول. صباح الخير. صباح النور. يعطيك الف الف عافيه. بدنا مع بعض هيك نحكي عن الاوريو وعن الحلويات بشكل عام. قيمتها الغذائيه، الدهنيات مع دهنيات، اللي نخلي الناس فعلا تتوجه لحلويات مفيده او اقل ضررا إذا كانت هناك حلويات مضرة. بس بداية الحلويات بشكل عام، هل لها قيمة غذائية سليمة صحية أم دوما قيمتها الغذائية مضرة عكسية؟ هلأ شوف، كل شيء بزيد عن حده بينقص. يعني أكيد الدهون من العناصر الأساسية اللي الجسم بيحتاجها. نعم. لكثير من الوظائف، مثلا الدهون بجسمنا هي بتحافظ على درجة حرارة الجسم، بتدخل بتنظيم الهرمونات. نعم. بتساعد بكثير إشياء، بتحمي الأعضاء الداخلية عنا الدهون مثل الكبد مثل الكلى. فبتحمي يعني إلها كثير وظائف بالجسم، فإحنا بحاجتها. بس كمان إذا زادت عن حدها بتسبب كمان في زيادة في الكوليسترول، في زيادة في الدهنيات، في الدهون الثلاثية. نعم. فرح تصير إلها تأثير سلبي على أمراض القلب والسكري والضغط وكل هاي الأمور. يعني دائما الاعتدال في كل شيء هو أمر ضروري ومطلوب. طيب الحلويات، بدي أأكد مرة ثانية، الحلويات بشكل عام علاقتها بالدهون؟ لما نيجي نعمل وصفة زي ما هلا شفنا مع الشيف ضحى، الوصفه فيها كلها دهون. اوكي، التشيز كيك بشكل عام بانواعه فيه دهون، فيه زبده، فيه البسكوت. عاده الاشياء الصناعيه مثل البسكوت وهالقصص كلها بيكون فيها بدخل بتصنيعها الدهون المهدرجه اللي بتزيد من الكوليسترول، بتسبب مثلا تصلب بالشرايين كترتها. برضه بدخل فيها الزبده او السمنه احيانا، فكتير هي لها تاثيرات سلبيه. فما في يعني نادر ما تلاقي نوع حلو ما فيه هالقد تدخلات صناعيه لنقول. طب يعني من كلامك بالمقدمه انا فهمت انه الانسان بيحتاج لبعض انواع الدهون. أكيد. وبكميات ومقادير محدده. بالضبط. فهاي الدهون، هل هناك دهون مفيده ودهون ضاره بنقدر نصنفها؟ تمام، هلا في احنا عندنا دهون مشبعه ودهون غير مشبعه. انواع الدهون، وعندنا الكوليسترول طبعا. هلا الدهون المشبعه هي الدهون اللي تكون ضاره للجسم. نعم. اللي احنا بنحتاجها اكيد بكميات كثير قليله، يعني جسمنا مثلا بيحتاج من 20 ل 30% من الكالوريز تبع. نعم. الديلي تبعونا. بدنا مثلا يكونوا الدهون المشبعه ما يتعدوا ال 10%. جميل. اوكي، يعني تقريبا من 16 جرام تقريبا باليوم. نعم. طيب لما احنا نقول دهون مشبعه، ما هي المواد اللي احنا بحياتنا اليوميه وبمطبخنا بالبيت اللي بنقدر نصنفه نقول هاي دهون مشبعه؟ عندنا زيت النخيل، عندنا السمنه، الزبده. هلا برضه كمان انت قلتي زيت النخيل، زيت الذره؟ لا، غير. اوكي جميل، عشان نركز. اوكي، هلا عندنا كمان السمنه، عندنا الزبده، عندنا برضه بتدخل فيه هي المنتجات الالبان ومنتجات اللحوم. اللحم الحمراء مثلا، الالبان، الاجبان كترتها، او خاصه اذا بتكون كامل الدسم. نعم، كمان بيكون فيها دهون مشبعه. احنا مشبعين جدا 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 على هالسيره، هاي وضعنا. طيب بدي نحكي عن الليه تحديدا. احنا ما شاء الله الخرفان العربيه ليتها قبل فتره ست فيكتوريا
طلعت مسجات وصلتنا على الواتساب وانتشرت بمواقع التواصل الاجتماعي انه خطأ اعتبروه خطأ شائع انه احنا نعتقد بانه اللية مضرة للكوليسترول وللدهون الثلاثية وللقلب وللشرايين وانه بالعكس هي مفيدة، يعني حتى اعتمدوا انه يداعبونا في مشاعرنا الدينية انه هاي ابصر مين عملها وقال انه كذا. هل اللية، انا بصراحه خفت، انا زلمه يعني من 3 سنين ممنوع اقرب على اللية علما اني انا كنت نهم في اللية خصوصا بالمنسف. فالحمد لله رب العالمين. هل اللية صدقا مضره ولا هاي المسجات صحيحه؟ تمام. هلا احنا مثلا بدي ابسط لك اياها شوي. هلا احنا اللحمه لحمه الخروف عادي بنجيبها من بتجيبها مثلا تشتريها من اللحام كذا هيك، بتكون انت يعني بتقول له انه شفي لي اياها او شلي شوي من الدهن اللي عليها كذا لحتى تكون شوي نوعا ما شوي صحيه اكثر مما يكون فيها هالقد دهن هالقد دسم اللي بياثر على الجسم بطريقه سلبيه. فاكيد اللي لما تكون بيور فات يعني هي عباره عن دهن فقط لا غير، فكيف ما بدها تكون ضار؟ اكيد إذن تكون هي ضاره جدا، ضاره 100% كثرتها جداً. قاتل جدا جدا. مساله انه احنا اعزائي المشاهدين لما بيجينا مسج على الواتساب او على الفيسبوك او شو ما كان، حتى لو خاطب عواطفنا في انه هذا الشيء لا كانت هاي معلومه خاطئه، لا يوجد شيء بالطب اسمه معلومه خاطئه. يوجد مسج ممكن يكون معلومته خاطئه او متاثر بفكره خاطئه، فلذلك يا ريت ما نستعجل. انا والله الحمد لله يعني فيكتوريا انا ما استعجلت وما انسقت وراء شهوتي في اني اروح اكل لي مره ثانيه. بس احنا الليله لانه اليوم راح يكون في عندنا احتفالات كثير، بعتقد انه بدنا نقدم نصيحه للامهات انه يخففوا الحلويات والدهنيات هاي اللي ممكن يطعموها لاولادهم وبناتهم وضيوفهم واصحابهم وجيرانهم واهليهم. احنا انا وخلود بجوز اليوم بدنا نقضيها خلود نروح على زميلاتنا وزملائنا اللي ابنائهم نجحوا يعني علشان ناخذ شويه فات. عمر مالك اليوم؟ لا ما يعني احكي نصيحه للامهات اليوم، بالعكس اليوم المفروض انه ناكل حلويات اليوم. انا وانت بدنا يعني نعمل له هيك زي ما بيقولوا خلص هو اوبن داي. ايوه بالضبط شفت ضحى. ايوه اوبن داي. فلا بدنا ناكل، بدنا ننبسط اليوم من الفرحه، فرحه يعني طيب. كبيره جميل. شو صار عندك بهالاوريو تشيز كيك؟ مبدئيا حابه بس افرجيك الاوريو عمر كمان. بصوا مدو ايش يعني ايش زي هيك فيكتوريا كمان طلع هالاوريو ما اصغرها. عم بحكي للشيف ضحى بقولها مش معقوله هاي اوريو هاي يعني مش معقوله. ميني تو ميني. اها شوفوا الاوريو صغيره مش معقوله شو حلوه. رح اضطر انا يعني انا حبيت وصفه اعملها مشان هدول عشان كمان حلوه كثير. انا حبيت على شويه الي ولا فيكتوريا يا خلود. هلا اسمع هلا رح نفطر كلياتنا اوريو تشيز كيك. بس خلينا نرجع نفطر خلينا نرجع لشيف ضحى ويعني نشوف لوين وصلنا بالاوريو تشيز كيك. تفضلي. هلا حابه بس احكي لكم عن الاوريو انا كيف طحنته. حطيت معاه زبده تقريبا مع كل 6 باكيتات اوريو اللي فيها 4 حطيت 100 جرام زبده هيك. هذول حطيناهم هلا احنا جهزناهم بالكاسات رح نعملهم لانه كبس انه لكل واحد هيك بيكون ضيافه كثير ألذ شكلها. وانا اللي هون خلصت خفقت الكريمه والكريم تشيز وحطيت معهم أوكي. عصرة الليمون. تمام. يعني هلا نحن ما رح نقدمها بالصحن او القالب المعروف لا احنا رح نقدمها بكاسات. طيب نبلش نسكب ونحط. اكيد بدي اسال صراحه كمان اخصائيه التغذيه، ما بعرف اذا شيف ضحى سمعتي بهذا اللي هو الدايت اللي بتقدري تاكلي فيه كل شيء. يعني كانت عم تحكي كنت عم بسمعها عن قصه الدهون وكميات كميات الدهون. انا رح اشيل هدول هيك أوكي. عشان بس نقدر يعني ناخذ الصوره بشكل اوضح. تمام. ما بعرف اخصائيه التغذيه عمر سالنا اياها لفيكتوريا على موضوع الدايت اللي هو فيه كل شيء مسموح تاكل كل شيء فيه دهون، يعني هذا الدايت السحري اللي برضه من الافكار اللي عم تتروج لها بوسائل التواصل الاجتماعي فيكتوريا، انه هذا الدايت بامكانك تستعمله وتاكل شو ما بدك، حلويات دهون فات مش فات، لا تحرم حالك من شيء. أيوة. ما مدى مصداقيه او صحه هاي
العمليه؟ هلا مبدئيا اكيد اللي حكى هالدايت هذا اكيد 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 مش نحيف. اكيد مش نحيف. اكيد مش نحيف. ممكن يكون شاف على فكره. كثير غلط. نعم. هاي من الاخطاء الشائعه ومن الدايت الشائع او يعني هم كلهم ما بعرف ما بيخترعوا القصص هاي كلياتها. نعم. عرفت؟ يعني مش منطقي. نعم. عاد الناس انبسطت عليه والله يعني. بتعرفي انا بشبه هدول يا خلود زي اللي بيروح بيعمل فيروس وبده بس يخرب كمبيوترات الناس او يخترقهم او يعمل اي شيء، فهو فيروس لكنه فيروس بشري بده يخرب الاخرين. بس فيكتوريا يعني الان بما انه الاوريو تشيز كيك جهزت تقريبا، شو قيمتها الغذائيه وسعراتها الحراريه اللي موجوده في هاي المج اللي احنا شايفينه الان قدامنا؟ تمام. هلا بالنسبه للاوريو الشيف ضحى استخدمت عنا الكريمه السائله. تقريبا اذا بدنا نحكي عن ال100 مل من الكريمه السائله تقريبا 300 كالوري و30 جرام من الدهون المشبعه. نعم. فهو كثير، يعني اذا احنا خلال النهار مسموح لنا لنقول تقريبا يعني تقريبا من 60 ل 70 جرام دهون، فلحالها الكريمه 30 جرام. نعم. أوكي. يعني احنا الان اذا زي ما قالت خلود افطرنا فهذا يعتبر فطور دسم. انت خلص ممنوع تاكل اي شيء ثاني فيه دهون. لا بس في معنا وقت فيكتوريا يعني انه نحرق اللي اكلناه الصبح، واذكى شيء على فكره انه الواحد ياكل هيك حلويات مع النسكافيه بدي اعمل قهوه. يعني في فيكتوريا لسه في عندها حاجه عاوزه تقولها. هلا بس بدي احكي يعني اكمل عن الاوريو بعدين احكي على حكي خلود عن الفطور. هلا بقول لك الاوريو كمان فيها اذا هي استخدمت من المينيز هدول الصغار، يعني احنا بنشوفهم ميني صغار شو بدها تعمل يعني؟ صحيح. لو اكلنا شو بدها تعمل؟ تقريبا في العلبه اذا فيها مثلا نقول العلبه الصغيره من المينيز فيها اربع حبات هاي لا لا الميني تبعت شيف ضحى الصغار هدول فيها بيكون اكثر شوي، فيها 460 سعره حراريه و170 جرام دهون. قد ايه عم نحكي عن كميه دهون عاليه يعني اظن انه لاسبوع لازم تقرب على الدهون. هلا يعني كمان على حكي خلود انه فطور احنا بالعكس يعني احنا ممكن تفطر انت على هذا الكوب الصغير من التشيز كيك اوريو. نعم. يعني بتاخذ قريب اكيد مش اقل من 500 سعرة حرارية بالهاي. نعم. عم بحكي عن مينيمم انا طبعا يعني انا بدي اشبهها لايام جدي وابوي لما كنا احنا شباب لما كنا الصبح نفطر على معلاق. يعني هاي الكاسة بجوز عن معلاق خطرة. اما لما احنا بس انت بتحس حالك ان انت مش ماكل يعني شو اكلت والله ما افطرت يعني يا دوب كاسة تشيز كيك اوريو او قطعة تشيز كيك اوريو مش شيء يا دوب بتطلع على 600 700 كالوري. هلا اذا بتاكل انت مثلا رغيف او نص رغيف خبز لحظة هلا اذا كان اللي اخذ هاي ال 600 700 كالوري واحد زي الكابتن علاء ابو سعود قبل شوي اللي بده يروح يلعب رياضه ويتحرك ويبذل نشاط ويبذل طاقه ويحرق هاي الطاقه وهي السعرات. كابتن علاء بده دهون مفيده. نعم. مثل الموجوده بالمكسرات اللي هي الغير مشبعه طبعا، مثل الموجوده بالمكسرات، زيت الزيتون، ممكن زبده الفول السوداني، ممكن عنا الافوكادو. نعم. وبرضه عندنا الخضار والفواكه ما ننساهم اهم شيء. جميل. فاكيد كابتن علاء بيحتاج هاي الاشياء اكثر من الدهون المشبعه اللي مش راح تفيده. حلو. طيب احنا بعد ما نشوف خلود لوين وصلت مع الشيف ضحى بضل عندي اخر سؤال لك اللي هي نصائح عامه لست البيت ولا سيد البيت ولا ابن البيت ولا بنت البيت، كيف نتعامل شو ناكل لكل البيت ضحى. لكل البيت يا عمر. نعم. لكل البيت يعني احنا هيك خلصنا تقريبا صح شيف ضحى الاوريو تشيز كيك، وكثير حبيت فكره انه يتم تقديمها بكاسات صغيره لانه خلص بصفي في خصوصيه وانت عم تاكلي غير لما واصلا حتى منظرها بشهي اكثر يعني غير انت اليوم عامله هيك ستايل غير. واليوم المفروض نكون هيك مسامحين بعض موضوع السعرات الحراريه لانه اذا نسبه النجاح عاليه فبدك تباركي وكل محل بدك تروحي تباركي فيه بدك تاكلي. هلا يعني لازم الناس تجهزوا حالهم يعني هيك 10 كيلو هلا تخلص موضوع النتائج. تمام. هيك كلمه شيف ضحى او زي نصيحه يعني لكل اللي هلا شافوكي وحبوا انهم يعملوا الاوريو تشيز كيك، في مناسبات معينه لازم تقدمي فيها الاوريو تشيز كيك ولا لا؟ يعني هلا الحلو انه هو كثير سريع. يعني لو عندك مثلا ناس جايين المساء بتقدر تعمليه بتخليه بالثلاجه تقريبا يمكن ما بياخذ ساعه انه بيكون تمام انه جاهز للتقديم. يعني بعد ما عملنا هاي القصه لازم نحطها بالثلاجه بالضبط لانه الكريمه مش ما بتقدم دايركت. هلا ممكن تاكلي دايركت لانه اصلا هو مش زي القوالب انه مثلا ممكن تفتحيها من دوب منك انه هو كاسه كل واحد لحاله. أوكي. بس هو الافضل انها شوي بس تاخذ وقت بالثلاجه تقريبا ساعه. اوكي
وكثير شكلهم حلو. بجنن. يسلموا ايديك يا شيف ضحى. يعني انا بتمنى عن جد انه الكل يجربها. ما اخذت معك دقيقتين فعليا يعني بالزبط. كل شيء جاهز وطريقه عملها اصلا يعني كمان سهله. صحه وهنا لكل اللي حابين انهم يذوقوا اليوم الاوريو تشيز كيك. الشيف ضحى زي ما دائما يعني بتبدع معنا بالوصفات والاكلات. وبدنا نعزمهم هلا لفيكتوريا أكيد. وعمر يجوا ياكلوا معنا. شو رايك؟ هلا بنيجي بس بعد ما نسمع نصيحه نهائيه من فيكتوريا يا خلود لست البيت بالتحديد، كيف تحرص على صحة أبنائها وبناتها وأسرتها من مش بس من الدهنيات بشكل عام؟ هلا أكيد يعني ممكن تقرأ هي يعني الملصق الغذائي اللي بيكون على الأكل اللي بتشتريه هي. فيكتوريا ما حدا بيقرأ. ما هو لازم نتعلم. والله يعني بعدين أنا مرات بحاول أحط نظارات أنا علشان أقرأ، والله ما بتقرأ ما بتشوفي يعني زي ما بقولوها ما بتقص يعني الخط حاطينه والله ما بعرف شو هالماكينة اللي كتبته بهالطباعة هاي. لا لا مو كل شيء غالبا بيكون الخط واضح ويعني كبير منيح بينقرأ. طيب. أوكي. فممكن يقرأوا عليه يشوفوا قديش في دهون قديش فيه يعني بالنسبة للحصة بير سيرفينج بيكون عادة قديش فيه سعرات حرارية. ممكن تستبدل هي يعني مثلا ما نحط كثير سمنة وزبدة يعني الدهون المشبعة، نختار الأشياء الثانية الأقل دهون، نحاول نختار مثلا الأكل الغني بالألياف، غني بالقمح الكامل، بدل مثلا الكربوهيدرات البسيطة، يعني تحاولي تستبدل أمور تكون أقل سعرات حرارية وأفيد لأولادها. طيب، أنا بشكرك جزيل الشكر فيكتوريا زغلول أخصائية التغذية على وجودك معنا، وبالتأكيد بنشكر الشيف ضحى اللي هي وخلود بجوز هربوا. لا 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 ما هربنا، احنا لسه هون معنا. احنا موجودين معكم واحنا بنعزمكم انت وفيكتوريا. بدي اشوف فيكتوريا هلا اللي بتحكي عن السعرات الحراريه والقيمه الغذائيه صح. هلا بس تشوف الاوريو تشيز كيك شو بده يصير فيها. فتفضلوا لعنا هيك لحتى احنا جاهزين يعني احنا جاهزين وجايين. يلا تفضلوا لعنا فيكتوريا. مشاهدينا بنطلع فاصل من بعده بنرجع. تفضل.